استقبل فريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني الفريق محمد سعيد قائد الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني وذلك في مكتبه بمعسكر الصخير نعم رحب سمو رئيس الحرس الوطني بقائد الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني ومؤكدا المستويات المتقدمه التي وصلت اليها العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين وما اثمر عنها من زياده مستوى تبادل الخبرات وتنفيذ التمارين والتدريبات المشتركه بين الحرس الوطني والقوات المسلحه الباكستانيه لرفع القدرات القتاليه لدى المؤسستين العسكريتين من جانبه عبر الفريق محمد سعيد قائد الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني عن شكره لسمو رئيس الحرس الوطني على على حرصه واهتمامه بتطوير مستويات التعاون بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني تأكيدا على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين